اتبعت ميليشيا صالح والحوثي بداية اجتياحها لمدينة تعز سياسة التركيز على مفاتيح التحكم والسيطرة على الأرض المتمثلة بالمداخل الرئيسية والأحياء والتلال المطلة على عمق المدينة. هدفهم السيطرة على كل شبر، على كل منطقة، هدفهم قمع كل إنسان، سواء كان إبادة، سواء كان، والذي يبقى لابد أن يكون تابع إلا من كان من سلالتهم، هذا المعروف عنهم. فهم يبحثون عن العمق دائما. مثلا في مدينة تعز هنا الأطراف هذه تعتبر بالنسبة لهم من جهة خط رجعة، من جهة ثانية هو يدور لك كيف يصل إلى يعني أبعد مكان، إلى مركز المدينة، السيطرة على كل مرتفع في المدينة، على كل شارع، على كل بيت، على كل، بحيث لا يبقى شيء إلا هم وتحت سيطرتهم. من بين تلك المواقع التي ركزت عليها كان حي الحسين في منطقة الشماسي مديرية صالة. هذا الحي يمتلك من حيث موقعه ميزتين استراتيجيتين: الأولى إطلالته على المنفذ الشرقي للمدينة خط الحوبان، فيما الثانية إشرافه على مساحات واسعة من المدينة لكونه يقع على أعلى مرتفع بجبل الشماسي. أهميته كبيرة من حيث المنطقة الجغرافية، كونه مطل يعني على مداخل الحوبان، وكذلك يعتبر أيضا من الناحية الأخرى منطقة إذا تمكن منها الحوثيون ما سواها أسهل، لأنه منطقة مطلة مرتفعة، مكان حساس. بعد هذا معناته في أي تسلل ولا أي حاجة يصطدونهم على طول، يعني ما يقدروا يشيل تسلل للجبل هذا، إنه كان يعني الموقع مطل على الزهراء وعلى وعلى الجولة وعلى المركزي. واجهة تعز من جهة الحوبان، إذا سيطروا على المكان أو الجبل هذا، لأنه أمامك القصر الجمهوري والأمن المركزي، فإذا سيطروا على الجبل هذا قبل أن يسيطروا عليه المقاومة فقد غنموا الكثير ويستطيعون السيطرة على باقي حارات مدينة تعز. كانت قوات الرئيس المخلوع تدرك أهمية هذا الحي منذ ما قبل الاجتياح، أي من فترة الأحداث التي واكبت ثورة 11 من فبراير عام 2011، ومع بداية الاجتياح الذي نفذته قوات صالح وميليشيا الحوثي، كان هذا الحي على رأس قائمة الأهداف من أجل تحقيق توغل أسرع إلى وسط المدينة. ب 2011 بداية الثورة دخلوا سيطروا على الدرن، دخلوا من المناطق هذه سيطروا على المناطق هذه كامل، لما وصلوا للدرن لما داخل مكتب الصحة أبادوا يعني دمروا بالذات الروضة الأخوة، يعني كل المناطق هذه كانوا يقصفون قصف عشوائي من الأماكن هذه، باعتبار أنه موقع جغرافي مرتفع على المدينة. صحيح أنهم كانت المواجهة والبداية التركيز حقهم على وسط المدينة وكذا يشتوا يحكموا القبضة، أيضا كان معهم أذناب وذيول وحاجات كانت منتشرة في الأماكن كلها، يعني في الأماكن كلها، فكان الذي يداهم ويقتحم المنازل وسط المدينة والذي يؤذي هناك، وأيضا منهم فرق جالسة في الأماكن الأخرى يأذون ويقمعون الناس. في أواخر العام 2015 وبداية العام 2016 أجبرت الميليشيا على الانسحاب من أغلب المناطق في وسط المدينة، تطور جعلها تفكر مجددا بالسيطرة على هذا الحي، وكلها ثقة بأنه سيرجح كفتها ويعيد توازنها. ومع تنامي حدة الرفض الشعبي لتواجدها لم تستطع السيطرة على الحي بشكل فعلي، وظل تواجدها مقتصرا على أطرافه الجنوبية والشرقية والشمالية الشرقية فقط. رجعت منهزم خلاص، مطارد تمام، فأقدامهم لم تتوقع، يعني أقدامهم ما ثبتتش، هذا لم يمكنهم من الاستقرار الشديد. هنا تمركزوا داخل الأمن المركزي،
فرز الصنعاء، القصر الجمهوري، مؤخرة الأمن المركزي، معك الدقادق، معك الحرير، السلال، من جميع المحاور دخلوا لاحظ لهنا الأزقاد اللي جنبنا هنا جنب الجامع، دخلوا الأزقاد اللي جنبه لعند مستشفى الكبد. أيضا الحرير بهذه الجهة، هذا اللي كان بهذه الجهة كان تواجدهم هنا كان اللي هو التواجد العسكري المعروف، وأيضا كانوا متواجدين دخل المدينة في الحوض، أيضا كانوا في الحوض تواجد عسكري هناك، هنا ما كانش عادوا كانوا تواجدوا بس على أساس كانوا يزحفوا لهذا المكان في البداية. حتى يعني كنا ما ندريش منو بيعيش ومنو بيموت. بدأ خطر ميليشيا صالح والحوثي يهدد الحي بشكل فعلي في منتصف الربع الأول من العام 2016 حين اتبعت سياسة القصف العشوائي المكثف وبشكل مباشر من معسكر التشريفات والأمن المركزي اللذان لا يبعدان عنه سوى أقل من كيلو متر واحد فقط. سلاح دولة بيداتهم، الهونات، الدبابة، الهوزر، إيش أقول لك، الإربيقيات، السلاح الـ12 السبعة الـ23. كل ما نسمع يعني أي سلاح يضربون بلا هنا كله جديد 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 جديد، واحد اتطور من الثاني من أنواع كل الأسلحة. مأساة مأساة، ما كنا متوقعين إحنا بنصل الأمور هذا. يعني كأن غريزة عندهم، ما نعرف إيش المستهدف بالضبط. يعني ما نقولش حتى عندنا أنه موقع عسكري أو غير ذلك، لكن هذا السؤال يوجه لهم، يعني ليش يستهدفون الأحياء السكنية؟ تصعيد أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بمنازل المواطنين وأصابهم بالهلع والرعب من كثافة النيران والقذائف التي صبت على رؤوسهم. كانت لنا قذائف ما تدري منين تجيها ولا تدري وين إيش من مكان تحتمي. كل الواحد عاش يعني بقلق، وهذا يعني يشوف الموت واحد بيجي أبسط لحظة له، يعني تنزل على قذائف من دون ما تدري إيسيرك إيمن وكل شيء. هذا لذلك تشوف قذيفة تشرق وقذيفة تغرب، يعني قذيفة الطرح بمكان سوق، وقذيفة الطرح فوق بيت مهجور، وقذيفة الطرح فوق بيت بين سكان، وقذيفة الطرح لك بشارع، وقذيفة الطرح لك قدام دكان. عشوائية بشكل فظيع، لا تظن أنك في مأمن حتى وإن دخلت البدروم. فهنا قذائف هون تصلك إلى درجة لا تتوقعها، إلى مكان لا تتوقعها تجي قذيفة هون، يعني 10 متر في قذيفة هون، يعني رعب، خاصة ميت حتى وأنت في بدروم ولا في أي مكان. قد إحنا نعرف نميز هذه صوت قذيفة، هذه صوت عيار متوسط، هذا صوت قناصة، يعني من كثرة السماع. من كثرة السماء يعني قد إحنا نعد كل المواطنين يحددوا يقول لك هذا نوع كذا كذا. وناس متوحشون، بل يتلذذوا في تعذيب الآخرين، يتلذذوا عندما يرى الآخر يعاني، يتلذذ عندما يرى الآخر مغلوب، يتلذذ عندما يرى الآخر يسفك دمه. هذه الأشياء أصبحت عندهم كأنهم يعني مثلما قيل يتراقصون على أشلاء الناس. سبعمائة أسرة إجمالي عدد السكان القاطنين في وسط هذا الحي وأطرافه، أجبر 80% منهم على المغادرة من منازلهم للنجاة بأرواحهم، تاركين ممتلكاتهم عرضة للتدمير والحرق والإتلاف الكلي. لم يكن أغلب السكان يدركون طريق نزوحهم آنذاك، وزادت الحالة الاقتصادية والمعيشية الصعبة من تعقيد وضعهم على نحو أسوأ. وصلنا لمرحلة يا أستاذي إن إحنا كل يوم داخلت المقبرة، حتى إن ضاقت الناس، ضاقت حياتهم، يعني خلاص يقول لك أنا بخرج، جلس لي حتى بأطرف مكان خرج منهم من المنطقة هذه، يعني تخلوا ما تكون أنت وأسرتك راقد داخلت البيت توصل لك قذيفة كده دف شليتك، تخيل
خاصة هذه البيوت دي متوجهة أمام القصر وأمام المركزي، هي هذه اللي كانوا ضربين زيادة لأنهن الواجهة، يعني يختلف على ذي وراء، ذي وراء كله هانات ضرب هكذا عشوائي، لكن دون مقدمات ولا هذا هن ذي كانوا معناته يحكم. الظهور أمامهم بأي مظهر، مهما كنت مدني الظهور أمامهم مغامرة. خرج شوف المحلات المغلقة، يعني هنا تحت شوف غاز، محل غاز، إنسان يطلب الله يبيع يبتاع ويشتري بالغاز، تمام، تشوفه مغلق الآن تسأل عنه ولا تدوره، أقول لك أنا خلاص ما أروح أش يشتغل هنا، أش يشتغل هنا، ضاقت يعني، تمام. وناس فقدوا ممتلكات، بعضهم فقدوا سيارتهم، إنسان معه باص اشتغل عليه واقف في الشارع جاء قذيفة الأسطارة، أقول لك هذا كان مصدر رزقي. أشخاص أو الناس أو الأسر الذي عانت هم الذين فقدوا مصادر دخلهم، فإن خرج خارج اشتي صرفيات إيجارات وغيره والتزامات، وإن جلس داخل القذائف وغيرها في هذه المنطقة، فمنهم من صمد وجلس وقبل بالأمر الواقع واستسلم لقضاء الله وقدره، استشهد منهم من استشهد. ترموا على كل محل كأس ربا، حيكون راقد بالليل تفز بالقذيفات جل تجي تشله وعياله، هذا مش هذا مش حرام، هذا مش ظلم. أنا كنت معي 2 دكاكين بحارة الشماسي، عزلوا من عندي السكن دي بالحارة حق المقلب المحوى ليلة واحدة إلى الحوبان، بكر كانت في الرجمة ولا بل التخاشب بين الدكان القماقم، رجع بفرقهم وأكلكهم وأنا كنت معي ضمار 700,000 والآن معي 4 غنم والباقي حق الناس رباحهم. كيف ما أثرش الحارة؟ أثر على الناس كلهم، عندما كنا مرتاحين بالدكاكين بهذا ما نعرف كنا الما منين نديو، للحين الماء وردة أريد فوق ظهري، عندي الحطب فوق ظهري، عندي كل حاجة على ظهري، أنا علف للغنم علف، واللي سمر يطرنا بالليل ما نمشي النوم. هذا مش تأثير الحرب، تأثير على الناس دي. أنا عندنا كل كشكل معي 2 دكاكين بونس، ما معهمش حق لقمة الغداء، ما معهمش حبة زبادي قيمة حبة زبادي، ما معهمش مدخول يومه، لا ابنه يسير المدرسة كم أبو موقفين بدون ما يدرسوا، لذمة الضباح وذمة الحرب. هذا جامع الحسين أبرز المعالم في هذا الحي، لم تكترث الميليشيا لقداسته وحرمته، فشنت عليه قصفا مكثفا طال كل مرافقه. النظر هنا لحجم الدمار والخراب الذي لحق بالحي يشير إلى النزعة التدميرية والانتقامية التي غطتها الميليشيا بكل شعاراتها الوطنية، ولكنها بقت مفضوحة في كل نقطة تمر بها الميليشيا. في مسجد بالحي ممكن أنكم صورتوا، وش تشوفوا اسمه مسجد الحسين، ضربوا حي الزهراء أيضا، ما فيش حرمة عندهم، كل شعارات، شعارات كاذبة، يعني يقول لك احنا المسيرة القرآنية حرق القرآن وداس القرآن، وفي لو لاحظوا في مقاطع فيديو تثبت عليهم هذا الشيء، من عادهم بصعدة يعني يدوسوا المصحف الله يكرمك. بعض المساجد والله دخلنا بعض المساجد بعد ما الحمد لله انتهت منها المواجهات وكذا، ورحنا نشي نشوف المسجد هذا كيف حاله وكيف أموره، تدخل وآثار القات والمداكي والكذا، يعني شمات أرجعوا مثل لوكندا، ما فيش يعني الحرمة عندهم، ما فيش شعارات، مسيرة قرآنية تحرق قرآن، يدوس قرآن، لا يعمل بالقرآن، أنصار الله هم يقتلون عباد الله ويدمرون مساجد الله ويقطعون أرزاق عباد الله، المهم كل شعارات كاذبة، يعني لا يرقبون حتى ولا يهمهم تدمير مسجد، وهذا شيء اشتهر عنهم تدمير المساجد،
وش أقول لك حاجة، المسألة مش يعني قداسة المسجد، قداسة الإنسان عند الله أعظم من المسجد، قداسة الإنسان عند الله أعظم من الكعبة. والذي ينتهك أو يمتهن حرمة إنسان من باب أولى لن يقيم حرمة لمسجد، يعني البنية التحتية تدمير بشكل عام. وزيادة كانوا يقول لك إنه داخل الجامع في دواعش، يمكنك داخل الجامع في دواعش. طيب بتضرب جامع؟ يعني النبي قال لا، لا تقتلوا شيخا ولا تقطعوا شجرة ولا، يعني في وادي حرمة، حرمة مسجد، يعني إيش توقع؟ بس هم يقول لك يعني معنا مفهومهم الدواعش داخل الجامع. أعظم يدعوا إنهم الإسلام، هم ما مسلمين بس باسم شبه مسلمين، ولا يعني حرمة مسجد يعني إيش توقع؟ شوفها يعني كما تشوفها، شوف المصاحف كيف يعني، هذا عندنا إحنا قطنان اللي إحنا يعني إحنا اللي عندنا إحنا، ولا والله ما ولا عندهم كانوا والله مش عطت هنا شعار الجامع هذا. بابات تظهر من القصر الجمهوري من المركزي والقذائف الهون والمدافع الهوزر والقصف على هذه المنطقة قصفا شديدا مركزا، وأول ضرب على المسجد، يعني حتى اسم مسجد الحسين لم يشفع لنا، وهذه حارة قريبة حارة الزهرة، حتى الأسماء أهم شيء أنهم يردوا غرضهم ويقصفوا المنطقة. كنا نصلي حتى 4 أنفار 5 أنفار لا نريد أن نبقي المسجد مغلقا، نكافح والقذائف من فوقنا ومن تحتنا من كل مكان، حتى أصيب المسجد دمار هائل، فقلنا لا نخاطر بأنفسنا الآن خلاص. بكل الطرق والوسائل وبحذر حاولنا جاهدين أن نتوغل في وسط الحي للبحث عن التفاصيل، تفاصيل الإنسان، لكن بدت أمامنا كل الأزقة مغلقة بالسواتر الترابية وأبواب المنازل مكسرة أو موصدة، لا بصيص أمل يوحي بأن هناك حياة في وسط هذا الحي سوى أزيز الرصاص من فوق رؤوسنا وأصوات اشتباكات بالقرب من محيطنا. بحثنا عن أهل الحي كثيرا، وهناك بين الأطلال المدمرة وبقايا المنازل المتناثرة وجدنا إنسانا يفتش عن بقايا حياة في منزله. تخيلك نسل قناص والدب الغاز براسه، تمام، فكان يشوف زوجي مش قادر يروح، لأنه لو راح ماتت وكذا، وبعدين سحب الجثة فيما بعد. ناس فقدوا أولادهم، ناس فقدوا أزواجهم، ناس فقدوا آبائهم أمهاتهم. يعني واحد من هنا من جبل الشماسي يقول لك أمي شهيدة بقذائف الحوثيين. تعددت الآلام في تعز، منها بغي عدوان الحوثي، ومنها يعني الأيدي الخارجية المتمثلة بالتحالف الذي يدعم أو قول يتغاضى عن فساد الحوثي، لأن الحوثي مش قوي بذاته، الحوثي قوي بما يلاقي من دعم وبما يلاقي من تغافل، وإلا الحوثي مش يعني صعب أنه كسره، والله لو أتيح لرجال المقاومة فقط لا يعني لزحزح الحوثي من جبل صبر، زحزح من القاهرة، وزحزح من بيرباشا، وزحزح من تعز به وطرد حتى وصل إلى الحوبان، وبعدين بإرادة مثل ما قالوا مكر ماكر وكيد كائد أرادوا له أن حتى لا تميل كفة المعادلة أو السيطرة مثل ما يقيل إلى المقاومة، ولذلك تعمدوا تعمد. يعني كنا نسكن فيه 3 إخوة طبعا في هذه البيت، كل منهم عملوا في هذه المنطقة، وعندما بدأت الحرب طبعا والأحداث في هذه المنطقة اللي هو جبل الشماسي منطقة العشاق، طبعا تم ضرب المنزل أثناء الضرب طبعا، والدتي التي كانت تطعمنا تصلحنا الغداء والعشاء وغيره أتت القذيفة وأصيبت رحمة الله عليها وأسكنها الله فسيح جناته، أصيبت وتوفت وانتقلت إلى رحمة الله، وأيضا ابن أخي أصيب بنفس القذيفة وانتقل إلى رحمة الله، وأيضا صهيري نفس أيضا هنا أصيب وانتقل إلى رحمة الله. الحمد لله على كل حال فقدت وظيفتي، موظف لي 21 سنة ما فيش معي راتب، أشعد باقي معي بالنسبة لي
ومصدر آخر ما فيش مصدر، كان في مع محلات مع أخواني هنا محلات، ما فيش أيضا أي مصدر دخل فيه. اضطرنا أن احنا نجلس في هذه المنطقة أنا وأسرتي وأولادي، وأيضا أنا ووالدتي أيضا، وأنا قبلنا بقضاء الله وقدره، والحمد لله هذا قضاء الله وقدره. فقدنا أعز ما نملك، والدتي رحمة الله عليه، وأيضا ابن أخي، وأيضا صهيري، وأيضا أخي الله يرحمه قد استشهد ب2011 في هذا المنزل نتيجة لقذيفة من الأمن المركزي وصلت إلى هذه المنطقة إلى هذا البيت، برغم أنه ليس لهم علاقة بأي شيء. أخي كان عمره 17 سنة وصلت القذيفة الدبابة إلى هذا البيت واستشهد. فهذه جميعها أثرت في نفسي، بس قلت لك قضاء الله وقدره والآخرة خير وأبقى. أنا عن نفسي يعني أولادي قد أخذت لهم عدة أدوية مثل ما تقول لآثار الصدمات، صدمات الانفجارات والقذائف، يعني قد أخذت لهم عدة مرات علاجات، هذه الإبر الذي تشرب قطرة الحديد وغير ذلك، حتى أننا الحين أفكر أروح يعني قالوا يعني ميسام نوسم من شان الخوف والفقاعات التي يعني أصابت الأهل والأولاد. منذ أكثر من 4 سنوات ولا زال حي الحسين تحت وقع ضربات قذائف ميليشيا الانقلاب ورصاصات قناصيها. المنازل مدمرة، الطرق مغلقة، المحلات موصدة، لا بصيص للحياة، فسكانه لا زالوا يعيشون حياة التشرد في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة. هذا هو واقع الحي اليوم، ولا انفراجة حقيقية تلوح في الأفق لحلحلة المشهد وإعادة الحياة للحي وساكنيه مجددا. الذي أقصده للآن أصحاب الحي هذا يعانون للآن، والله بعضهم امرأة تدور إغاثة مساعدة، تمام. طيب لما شفنا السكن حقه، سكن يعني مرة قالت أنا معي بيت، أين؟ قالت في بجبل الشماسي قريب من الزهرة. طيب قالت كله على خط النار وقد مدمر، قالت حتى ذا لما تنتهي الحرب يعني إعادته من جديد خلي على الله بعلم الله. يعني أقصد لك الناس المعاناة الحقيقية أنه تارك بيته مضروبة وكذا ومش قادر يسكن ويرضى لك بسكن بأي مكان، لأنه مش قادر يجد السكن المناسب يعني له، إما ماديا وإما ما يحصلش. يعني الآن الإيجارات مرتفعة وكذا، شوف أنت لما تخرج الآن تعمل محلات ودكاكين بوافي أشياء مصادر الرزق وأماكن السكن كل الآن مهجورة، أين الناس هذو؟ مشردين. بالمقابل جاءوا ناس مضطرين شردوا من مكان آخر وجاءوا اقتحموا الخطورات وسكنوا بهذه البيوت، يعني وبعض البيوت اللي مش خطيرة مرة يعني ليست مقابل وإنما في هذا المكان يضرهم القذائف وسكنوا ضرورة. طال أمد الحرب أمد الحصار ليس بقوتهم كما قلت لك، إنما بتغافل وظلم ذوي القربى أشد مضاضة، يعني تغافل التحالف وغض الطرف عن إفسادهم وعدم دعم رجال المقاومة جيش الوطني الدعم اللائق الذي يعينك أن تنتصر على الحوثي، هذا يعني لم نره أبدا. ونحن نعرف ما يعانيه رجال الجيش الوطني والفرد المقاومة، يعني السلاح البسيط، أحيان هم بحاجة إلى الغذاء، بحاجة إلى الأشياء الضرورية. يعني تخيل واحد يقول أنا ماشيش أوفر راتب أشبع بطني، ما زال القنص لحد الآن، يعني في الآن هنا أماكن بالجهة هذه ما حيقدر يتخطيهن، نعمل طرابيل نعمل، لكن إن شاء الله الله بيسهله. الآن وأنا أطفالي يعانون من أمراض والفقائع وهكذا إلى الآن، ويخافون حتى من طماشه بسبب كان الضرب العنيف على المنطقة والأصوات والرعب في آخر الليل وغيره.